بص يعني هنتكلم في الموضوع ده عن رؤية الميت في المنام، وهنفسر الأحلام ونقول لك لو حلمت بميت في المنام ده معناه إيه. بس يا ريت قبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك، ولو أنت جديد اضغط اشتراك عشان يوصلك مزيد من الفيديوهات. اولا خلينا متفقين كده ان الموضوع لازم يبقى فيه مصداقيه ما بينه وما بينك، ولازم اشرح لك الفكره كلها ماشيه ازاي عشان تقدر بعد كده تفهم انت من نفسك ايه هو تفسير الحلم اللي انت بتحلمه، هل هو فعلا تفسير حقيقي ولا مزيف. خلينا بقى ندخل في الموضوع على طول عشان ما اصدعكش. بص يا نجم، اولا لازم تبقى عارف ومقتنع كويس جدا ان تفسير الاحلام هو اجتهاد، مش شيء موثوق ولا هو قران ولا هو سنه. ويعني ايه اجتهاد؟ اجتهاد يعني انا او اي حد من الناس بيحاول يقرا معلومات كتير جدا، ومن خلال المعلومات اللي بيعرفها بيفسر لك الحلم بتاعك معناه ايه. اوضح لك الموضوع بشكل ابسط من كده بكتير. يعني مثلا لو سألتك الغراب شيء كويس ولا شيء مش كويس، لو انت كنت عارف ان الغراب شيء مش كويس فهتقول لي الغراب شيء مش كويس، وبالتالي لو جالك في المنام او شفت غراب في الحلم ده معناه ان هيحصل لك شيء مش كويس. اسعى الموضوع ده بقى كل حاجة تانية ممكن تحصل في حياتك. ولو رحت لاي حد من مفسرين الاحلام هتلاقيه بيتبع القاعدة البسيطة دي، بيبدأ يقرأ كتير ويبدأ يعرف معلومات كتير جدا عن كل الحيوانات والجن وكل الاشياء اللي ممكن تشوف في المنام حضرتك، وبالتالي بعدها بيقدر يقرر اذا كانت الرؤية اللي انت حلمت بيها كويسة ولا مش كويسة. وكمان اللي انا عايز اوصله لك ان رؤية الاحلام ممكن تختلف من شخص لاخر، يعني انت ممكن تروح للشيخ فلاني يقول لك تفسير الحلم بتاعك ان رؤية صالحة، وفي نفس الوقت تروح لشيخ تاني ويقول لك ان الحلم بتاعك معناه شيء سيء. طب ايهما اقرب وايهما صحيح؟ الله اعلم، لان الحلم مش شيء منزل ومش شيء قران ومش شيء سنة زي ما اتفقنا، وهو عبارة عن اجتهاد. طبعا كان لازم اصدع دماغك بالمقدمة دي ولازم اعرفك الموضوع ماشي ازاي، وده فقط بس عشان يبقى فيه مصداقية ما بيننا وتبقى عارف الدنيا ماشية ازاي. وكمان هقولك في نهاية الفيديو ازاي ممكن تحصن نفسك من اي حلم مش كويس، وازاي تقدر تعرف اذا كان الحلم ده من الشيطان ولا رؤية صادقة من ربنا عز وجل. ندخل بقى في موضوع رؤية الميت. الرؤية وخصوصا رؤية الميت بتنقسم لقسمين، القسم الاول هو اضغاث احلام او اضغاث شيطان، اما القسم الثاني هو الرؤية الحقة. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الرؤية الاولى اضغاث الشيطان دي بتكون عبارة عن افكار شيطانية او حتى افكار من النفس بتحصل او انت اللي بتوهم نفسك بيها، والرؤية دي غالبا ما بتكونش لها اي علاقة بالواقع وبتكون مجرد اضغاث فقط. طب بتحصل ازاي اضغاث النفس او اضغاث الشيطان او الرؤية الوهمية دي؟ الرؤية دي غالبا بتحصل لما حضرتك بتفقد شخص عزيز عليك وبتفضل تفكر في الشخص ده طول اليوم، يعني بتفضل تفتكر كل كلام كان ما بينكم، وبتبدأ ذاكرتك تسترجع كل الحديث اللي حصل ما بينكم، تفتكر كان بياكل ازاي، كان بيشرب ازاي، كان بيقولك ايه، كان بيمشي معاك امتى، وكل شيء كان بيحصل ما بينك وبين الشخص ده. وبعد يومك ما بينتهي وبتبدأ تنام، اخر تجربة عقلك بيفكر فيها بيكون الشخص ده، بالتالي حضرتك بتكون معرض جدا لانك تحلم بالشخص ده وانه يجيلك في المنام، فتحلم بقى انك شفته كان مبسوط او كان حزين او ايا كان. ده غالبا بيكون اضغاث شيطان، ويكون عقلك هو اللي صور لك ده. بيصور لك ده ليه؟ لان العقل الباطن اخر تجربة بيكون بيفكر فيها هي التجربة اللي انت فكرت فيها قبل ما تنام، وبناء على الكلام اللي اتفقنا عليه ان اخر حاجة قبل ما تنام فكرت فيها كان الشخص الميت او الشخص اللي انت فقدته ده، بالتالي الموضوع او الحلم في الوضع ده هو عبارة عن اضغاث شيطان وبتيجي من العقل الباطن زي ما اتفقنا. طب ايه القسم التاني؟ القسم التاني هي الرؤية الحقة، والرؤية الحقة غالبا بتكون من ربنا عز وجل وبتكون حقيقية وفعلا شيء كويس. طب بتحصل ازاي الرؤية الحقة دي؟ الرؤية الحقة غالبا من اكثر دلائلها انها بتكون فيها رسالة وموعظة. رسالة وموعظة بمعنى ايه؟ بمعنى ان حضرتك مثلا بتحلم انك في النار اعاذكم الله، هنا الموضوع عبارة عن موعظة، ان دي رسالة بتنبهك ان ذنوبك بقت كتيرة وان حضرتك في طريق مش كويس، فبالتالي حضرتك اللي بتعمله انك بترجع لربنا وبتتوب عن الذنب او اي شيء كنت بتعمله مش كويس. طيب بالنسبه للميت الرؤيه الحق بتكون عباره عن ايه؟ حضرتك مثلا لو حلمت ان والدك او والدتك او اي شخص متوفي قريب منك جالك في المنام وبيقول لك ادعي لي او بيقول لك هات صدقه او كان حزين، الحلم هنا معناه ان حضرتك الشخص ده فعلا في مأزق، وهنا الحل الامثل ليك انك تقوم تتصدق او تدعي له او تقرا قران، لان الثلاث حاجات دي بتوصل للميت وربنا بيغفر ليه بسببها. والامر هنا مش مستاهل خالص ان حضرتك تروح لحد يفسر لك الحلم، الامر هنا بيتوجب عليه انك فعلا تقوم تتصدق او تدعي له او تقرا له قران بشكل سريع جدا، لان ربنا هيخفف عنه لما تعمل اي حاجه من الثلاث حاجات دول. الوضع الثاني وبرده على حسب اجتهاد العلماء وعلى حسب التفسيرات اللي وصلوا لها، هو ان الميت يجي لك في المنام وياخد منك شيء. الميت في دار الحق واحنا في دار الباطل، وده لان الموت حق وربنا عز وجل ذكر ده في القران الكريم والرسول اخبرنا ان الموت حق، بالتالي اي شخص بيموت بيذهب لدار الحق.
حقه. اما احنا في دار الدنيا، ولو لقيت حضرتك ميت جالك واخد منك اي شيء، فده معناه ان الشيء اللي الميت اخده حضرتك هتفقده. لو اخد منك مال يبقى هتفقد ماله، ولو اخد منك شخص عزيز عليك يبقى الشخص ده هيتوفى وهتفقده في حياتك. الميت ايا كان الشيء اللي هياخده منك، ده معناها على حسب ما توصل العلماء ان الشيء اللي اخده منك الميت ده هتفقده. طب لو الميت جه واداك حاجه، الحاجه اللي اديها لك الميت ده معناها ان ربنا هيرزقك بيها في الدنيا، لان الميت زي ما قلنا في دار الحق، ودار الحق ما فيهاش اي وهم وما فيهاش اي كذب. يعني حضرتك لو حلمت ان حد ميت جالك وادالك مال او ادالك فاكهه او ادالك اكل او شرب او اي شيء كويس، ده معناه ان حضرتك في خير وفي رؤيه طيبه جايه لك وهتحصل. بس برضو برجع وبوضح ان حضرتك الكلام ده كله عباره عن اجتهاد، يعني هو مش اكيد ومش لازم انه يحصل معاك او مع اي شخص يحلم بالشيء او مع اي شخص يحلم بالاحلام دي. انا مش بقول لحضرتك كده عشان افقد مصداقيه الكلام اللي بنقوله وبنذكره لك، ولكن برضو لازم تبقى عارف ان الكلام اجتهاد، عشان حضرتك مش مجرد ان الرؤيه تحصل لك يبقى ده معناه ان كل الكلام اللي بنقوله صح، ومش مجرد ان الرؤيه تخيب معاك معناه ان كل الكلام اللي بنقوله غلط. الموضوع مجرد اجتهاد من العلماء. طب ندخل بقى في الموضوع الاهم واللي الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا بيه. على ايام الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه كانت بتحلم احلام مش كويسه، لدرجه ان كان احد الصحابه يحلم الحلم او يحلم بكابوس فيصبح تاني يوم يمرض بسبب الكابوس اللي حلم بيه. حلم انه بيموت، حلم انه في مأزق، حلم انه في ديك، حلم باي شيء مش كويس، فتاني يوم بيجي له مرض بسبب الحلم ده انه اثر على عقله واصبح بيفكر فيه بشكل تلقائي وبشكل كتير جدا لحد ما بيصيبه مرض زي ما اتفقنا. طب الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرهم بايه او امرهم بايه عشان يتعالجوا من الموضوع ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث شريف: اذا راى احدكم رؤيا تعجبه او رؤيا تسره فانها من الله عز وجل، فليحدث بها من يحب، واذا راى احدكم رؤيا لا تعجبه فانها من الشيطان، فلا يحدث بها احد ولن يصيبه منها شيء. معناه ايه الكلام ده حضرتك؟ معناه ان حضرتك لو حلمت بحلم كويس او بحلم خير، ده معناه ان ربنا هيكافئك بالحلم ده وان الشيء ده هيحصل لك باذن الله، ومفيش اي مشكله انك تخبر الناس اللي انت بتحبها بالخير ده. على سبيل المثال حلمت انك داخل الجنه، او حلمت ان ربنا غفر ذنوبك، او حلمت انك يوم القيامه ربنا سامحك على كل شيء عملته. الحلم ده كويس جدا وده حاجه كويسه من ربنا، اخبر بيها الناس اللي بتحبها ومفيش اي مشكله من الكلام ده. طب لو حضرتك لو حلمت انك بتقع من الدور ال20، ولا حضرتك حلمت انك بتتضرب بالنار، ولا اي شيء مش كويس ممكن يسبب لك مشاكل ويخلي حالتك النفسيه بقت زي الزفت، حضرتك الكلام ده معناه انها اضغاث شيطان، وان الشيطان هو السبب الرئيسي اللي اوهمك بده وخلاك تحلم بالموضوع ده. الكلام ده مش كلامي بقى ولا كلام اجتهاد، الكلام ده بناء على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. طب لو كنت بتحلم فعلا بكوابيس واشياء مزعجه، ايه اللي ممكن تعمله عشان حضرتك الكلام ده ما يصيبكش؟ بناء على ما اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فحضرتك المفروض تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتبصق على شمالك 3 مرات لو حلمت بكابوس، وحضرتك ما تذكرش الكابوس ده لأي حد ومش هيصيبك منه أي مكروه. بمعنى لو حضرتك حلمت بالليل بكابوس شديد جدا وصحيت من النوم ولقيت نفسك منزعج ونفسك ضاق عليك وحسيت انك بتموت وبتتخنق، كل حضرتك مطلوب منك انك تعمله انك هتتف على شمالك 3 مرات وهتستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي اليوم التاني مش هتحكي الكابوس ده ولا تخبر بيه أي حد. ايه اللي هيحصل في المقابل؟ في المقابل ان حضرتك الرؤيه والكابوس اللي شفته ده مش هيصيبك منه أي مرض أو أي شيء لا قدر الله. الكلام ده لما الصحابه نفذته ربنا فعلا حفظهم واصبحوا ما بيمرضوش بسبب الاحلام. انا طبعا حاسس ان انا صدعتك وحكيت لك كلام كتير جدا عن الموضوع، بس صدقني كل الغرض من القصه ان انا افهمك تفسير الاحلام بيبقى ازاي، وبرده اللي انا عايز اوصله لك انك تبقى فاهم الموضوع ماشي بانهي شكل. اتمنى ما اكونش صدعتك، والسلام عليكم.